عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث الجديد لأداة السكي اللوكر فيرجن 19. تم دعم عمليات كتير جدا في التحديث الجديد، كمان تم دعم أبل لآخر إصدار، وكمان تم دعم وتحديث الاس بي دي بشكل كبير جدا وبشكل قوي جدا جدا. الموضوع أصبح قوي، فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. وياريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة تم تحديث فيرجن 19، هيكون قوي جدا جدا بأمر الله، لأن في عمليات قوية جدا بالنسبة لأجهزة أبل وبالنسبة لأجهزة الاس بي دي، وكمان تم إضافة 150 جهاز معالج كوالكوم في الأداة، وهيشوف الفترة اللي جاية تطورات كبيرة جدا. مبدئيا انت لو انت محمل الإصدار فيرجن 18 فهتبدأ تفتح الإصدار، هيظهر معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه. هنا بيطلب منك انك تاخد الرابط وتحطه في أي متصفح أو تضغط على أبديت ناو تحت، هيفتح لك الرابط بشكل تلقائي. يعني عندك طريقتين تقدر تحدث منهم الإصدار الجديد بدون أي مشاكل وبدون أي أخطاء. بضغط هنا على أبديت ناو، بيحولك على الرابط بشكل أوتوماتيك، مش بتحتاج أي حاجة، الموضوع سهل جدا جدا. بعد كده ببدأ أفتح الأداة وأروح أعمل مسح علشان خاطر نثبت التحديث. يعني أنا دلوقتي حملت من الرابط خلاص، هروح على الأداة بتاعتنا وأبدأ أفتح الأداة. ولو أنا طبعا لسه محملتش التي 505 ان، حملته ببدأ اخده على جنب علشان انقله في الاصدار اللي بعد كده وما يكونش عندي مشكلة في تاب المدارس. تمام، انا دلوقتي حملت وثبت خلاص، فحبدأ اثبت بالطريقة الطبيعية اللي احنا متعودين عليها. تمام، وبعد كده حبدأ افتح الاداة بشكل طبيعي جدا، التحديث الجديد اللي هيظهر مع الناس كلها دلوقتي علشان برضو نشوف التحديثات او الاضافات اللي تم تحديثها في الاداة بتاعتنا. هنضغط لوج ان كده ونبدأ ننتظر لما تفتح معانا واجهة الاداة علشان نتعرف على الاضافات الجديدة اللي تم دعمها في الاصدار الجديد. زي ما حضراتكم شايفين دي واجهة التحديث، طبعا التحديث كله تم فيه قبل والاس بي دي واضافة 150 جهاز كوالكوم اللي اتكلمنا عليه. هنبدأ نفتح الابل. زي ما حضراتكم شايفين هتقدر تعمل كل عمليات ابل الخاصة بالرام ديسك بشكل اوتوماتيك وبشكل سريع جدا وبشكل قوي جدا لكل الاصدارات من 5S الى ايفون اكس. طبعا احنا عارفين ان الرام ديسك اخره ايفون اكس. تمام، هنبدأ هنا نلاحظ ان عندنا طبعا ريد انفو انك تعمل باوند، وبعد كده تقدر تعمل تختار الاي او اس الاصدار اللي موجود على الجهاز، وبعد كده تاخد باسكود وترجع الباسكود تاني وتعمل ارث. ده بالنسبة لأجهزة أبل، فكل عمليات أبل الخاصة بالرام ديسك مهما كان إصداره الحمد لله تم دعمه بشكل كامل في الأداة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. الفترة اللي جاية هنجيب جهاز كده ونبدأ نجرب، وطبعا في إخواتنا من المشتركين على الأداة قاموا بالتجربة الحمد لله، غير إن أنا جربت على جهاز قبل كده، وطبعا هننزل شروحات اكتر واكتر بشكل عملي. بعد كده هنروح للاس بي دي وهنلاحظ هنا حاجه قويه جدا هنشوفها مع بعض، وبعد كده هروح على قائمه الدياج. طبعا عندنا هنا 3 قوائم زي ما حضراتكم شايفين، هنروح على قائمه الدياج اللي في النص، هنلاقي عندي 2 بوتن موجودين جداد. فورمات دي هتفرمت وتشيل الاف ار بي بنسبه 90% لاجهزه الاس بي دي بشكل كامل. تمام، بعد كده عندك ايقونة الريد انفو، وطبعا هتقدر تعمل عمليات الريد انفو. يعني لو عندك جهاز في القائمة بتاعت وان كليك وما قبلش معاك هتقدر تروح على قائمة دياج زي ما حضرتك شايف، وهتبدأ تعمل فورمات من هنا، هيقوم بعمل ضبط مصنع وازالة الاف ار بي من ايقونة واحدة، وعملية سريعة جدا بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. الموضوع قوي جدا جدا. الاتنين جزء الزراير اللي ضفناهم في الأداة دول هيكونوا من أقوى الإضافات في الاس بي دي، لأنها شاملة كل أجهزة، مش هنقول كل، معظم أجهزة الزراير بشكل كبير جدا. تمام، زائد إن تم إضافة 150 جهاز
من أجهزة كوالكوم. طبعا التحديث ده أو الفيديو ده نازل توضيحي للعمليات اللي تم إضافتها في الأداة فقط، علشان الناس تعرف إيه هو اللي اتضاف في تحديث فيرجن 19. فيرجن 20 هيكون نقلة كبيرة جدا جدا في الأداة، وتحول بشكل كبير في الأداة، لأن هيتم إضافة عمليات خلوها في وقتها هتكون حصرية بشكل كبير جدا، وبأمر الله قريب جدا يعني يعتبر بدأنا شغل في فيرجن 20 دلوقتي. فبكده النهاردة يكون قدرنا نوضح الإضافات الجديدة بشكل سريع، وأوعدكم إن يكون في فيديوهات كتير جدا الفترة اللي جاية بشكل عملي وشكل تفصيلي وموضح، علشان الناس تعرف تشتغل بشكل كبير بالنسبة لأجهزة أبل وبالنسبة للإس بي دي. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.